بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 130. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك مع أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: يا شيخ، أرجو أن تقفوا مع الآية في قوله تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه السورة سورة المطففين، ذكر الله فيها الذين يتندرون من أهل الخير وأهل العلم ويستهزئون بهم في أول السورة وفي آخره. قال جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا في المكاييل والموازين الحسية المحسوسة. وكذلك الذين يطففون في قدر أهل الخير فنقصونهم، فهو من التطفيف أيضا في حقه. ثم أعاد في آخر السورة: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وهذا شأن هؤلاء دائما وابدا، انهم يسخرون من اهل الخير ومن الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن اهل العلم ومن الدعاة الى الله سبحانه وتعالى. توعدهم الله بالويل، وفي اخر السوره وصفهم بالاجرام: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. يغمز بعضهم بعض من باب السخريه، مثل الهمز واللمز، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ويل لكل همزه لمزة. الذين يلمزون الناس ويهمزون يتهامزون فيما بينهم ويشيرون إليهم إذا مروا بهم يضحكون منهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، انقلب هؤلاء المجرمون إلى أهلهم، انقلبوا فكهين، فرحين بما نالوا به من أهل الخير ويحدثون أهلهم بذلك والعياذ بالله. إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. في يوم القيامة يرفع الله هؤلاء العلماء وهؤلاء الأخيار، يرفعهم الله في الفردوس، وينظرون إلى هؤلاء الأعداء في جهنم. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون من الكفار الذين سخروا منهم في الدنيا. فالذين آمنوا من الذين أجرموا يضحكون، وإذا رأوهم في الدركات وفي جهنم إنهم يسرون بذلك ويتشفون منهم. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك، أي الأسرة، ينظرون إليهم، وتقر أعينهم بأن الله قد انتصف لهم من أعدائهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. هذا يسأل ويقول: كتاب رجال حول الرسول، ما رأيكم فيه؟ وما أفضل الكتب؟ هذا رجال أظنه خالد محمد خالد، هو ليس من العلماء، لكن قد يكون في شيء من الجدية ومن نعم. لكن الذي يعرف قدر أصحاب الرسول يطالع كتب التراجم الصحيحة، تراجم الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الشباب يكونون في الاستراحة أو في المجالس أو في البراري، يقول أحدهم لصاحبه: تعال نقتل الوقت، تعال نلعب بالباصرة وغير ذلك في تضييع الأوقات. هذه خسارة عليهم. الوقت لا يقتل، الوقت ثمين، يشتغل فيما ينفع في الدين والدنيا ولا يقتل. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر، وأقسم بالعصر والوقت لأنه جليل وعظيم، لأن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم
ثمين. إن الإنسان لفي خسر، اللي يضيع وقته خاسر. إن الإنسان، أيا كان، ملكا أو عالما أو صعلوكا أو تاجرا، لفي خسر إلا من استثناهم الله، وهم من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا، هذه واحدة، وعملوا الصالحات، هذه الثانية، وتواصوا بالحق، هذه الثالثة، وتواصوا بالصبر، هذه الرابعة. هذه الأربع من كانت فيه فإنه ينجو من الخسار يوم القيامة، ومن عدمها أو عدم شيئا منها فإنه يخسر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. نعم. جزاكم الله خير شيخ. هل هذا حديث رحم الله من أهدى إلي عيوبي؟ هذا قاله عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، يعني إذا رأوا عليه ملاحظة أنهم يبدونها له ليتداركها. نعم. أيهما يبدأ بالنسبة للشاب، بأيهما يبدأ الشاب، الزواج أو الحج يا شيخ؟ هذا يختلف اختلاف الناس. إذا كان يخاف على نفسه، إذا لم يتزوج أن يقع في الحرام، يبدأ بالزواج أولا ليعف نفسه، أما إذا كان لا يخاف على نفسه فإنه يبدأ بالحج. نعم. الشيخ، عبارة أدركتني رحمة الله فنجوت من الموت، هذه العبارة لا تجوز، هذه العبارة ما تسند الأمور إلى الصفات، وإنما يقول الإنسان: تداركني الله برحمته، تداركني الله وأدركني الله برحمته. نعم. يا شيخ، إذا أراد إمام المسجد أن يجمع بين المغرب والعشاء، هل يلزمه أن ينظر إلى السماء عند إرادته إقامة صلاة العشاء حتى يتأكد هل المطر مستمر أم لا؟ الجمع بين المغرب والعشاء لثلاث حالات: إما لمطر يبل للثياب ينزل وقت الصلاة ويبل للثياب، وإما لا يكون هناك مطر لكن فيه وحل في الأرض، وطين وماء، فيجوز الجمع بين المغرب والعشاء، أو يكون هناك ريح باردة شديدة، فإنه يجوز الجمع في هذه الأحوال الثلاث بين المغرب والعشاء رفقا بالناس. نعم. دعاء القنوت الشيخ: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، الاستمرار عليه وما معناه؟ نعم، هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي، هذا هو القنوت الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما، فيأتي به ويزيد عليه ما تيسر من الأدعية. نعم. من يضطر يا شيخ للعمل في السفر طول العام، هل يجوز له الإفطار في رمضان، ومتى يكون القضاء؟ نعم، الذي يتردد بطريق هو أولى بالرخصة من الذي لا يذهب إلا مرة، فهو أولى بالرخصة، فيفطر ويقضي إذا حصل له وقت يستريح فيه من السفر. نعم. في الآية الكريمة يا شيخ، من المخاطب في قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ المخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للأمة أيضا، أن الإنسان يستمر على عبادة الله إلى أن يتوفاه الله عز وجل، إلى أن يحضره الموت. لهذا يقولون: ليس لعمل المؤمن غاية دون الموت. الذين يزعمون أنهم إذا وصلوا إلى مرحلة، وهم الصوفية إذا وصلوا إلى مرحلة أن من المراحل التي عندهم أنه تسقط عنه التكاليف وليس بحاجة إلى صلاة ولا صيام، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله. ما تسقط التكاليف إلا إما عن مجنون أو عن معتوه ليس له عقل، هذا تسقط عنه التكاليف، أو عن نائم وقت النوم أو مغمى عليه وقت الإغماء، هذا تسقط عنه التكاليف. فإذا زال المانع فإنه يقضي ما مر عليه من الصلوات. نعم. يقول السائل: يا شيخ اشرحوا لي الآية الكريمة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، هذه الآية فيها بيان مواقيت الصلاة، وقد ذكر ثلاثة أقسام، هذه مجملة. نعم. هذه مواقيت الصلاة مجملة، ثلاثة أقسام في هذه الآية، ثم جاء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبينتها مفصلة: خمس صلوات، كل صلاة لها وقت يبدأ وينتهي. نعم. أحسن الله إليكم. يطلب هذا السائل يا شيخ أن يتعرف على كتاب شرح الطحاوية، ولماذا سمي بهذا، وما رأي الشيخ فيه؟ شرح الطحاوية كتاب جيد ومفيد، والطحاوية هي عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله، الطحاوي الحنفي، وهي عقيدة جيدة على مذهب السلف، وشرحها شرح الطحاوية للعز بن أبي العز شرح جيد ومعتمد الحمد لله، وهو مقرر أيضا في كلية الشريعة، فيه فائدة عظيمة، ومن كتب أهل السنة المعتمدة في العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم.
فضيلة الشيخ، حدثونا يقول عن الشفاعة، وهل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع الأمة، ومتى تكون؟ شفاعة الرسول له عدة شفاعات. الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، هذه عامة للخلق، بأن يريحهم الله من الموقف ويصرفهم إلى الحساب. قل عليهم الوقوف 50,000 سنة وهم في الموقف، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فيطلبون من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يشفعوا إلى ربهم ليريحهم من الموقف ويصرفهم إلى الحساب. كلهم يعتذر، كلهم يعتذر حتى تنتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب ويسجد بين يدي ربه ولا يزال ساجدا حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع في الخلق لأن يريحهم الله من الموقف. هذا هو المقام المحمود والشفاعة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم. وله شفاعات أخرى، يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها، يفتح باب الجنة فيفتح له، يشفع لهم إذا دخلوا في منازلهم أن يرفع الله بعضهم في منازل أرفع مما كان له، يشفع أيضا لأهل الكبائر من أمتها التي دون الشرك، يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. شفاعته كثيرة عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل، أنا كثير السفر لأكثر من 2 أو 3، تقديم زكاة مالي لسنتين أو أكثر هل هو جائز؟ أو أكثر لا، لكن لسنتين يجوز، يقدمها لسنتين عند الحاجة لا بأس بذلك. يقول قرأت في بعض الكتب حديث أو فيما معناه ليجعل المسلم له خبيئة في حياته من عمل صالح. نعم، هذا صحيح، أنه يجب على المسلم أن يجعل له ذخرا، خبيئة يعني ذخرا عند الله من الأعمال الصالحة. أحسن الله إليكم. يقول ما المراد بالآية وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا؟ يعني المشركين في الجاهلية جعلوا بين الله وبين الجن نسبا، يقولون إن الله تزوج من الجن، قبحهم الله وأخزاهم، الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يقولون تزوج من الجن فأنجبت له الملائكة بنات الله، يسمون الملائكة بنات، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول بعض الناس في الشوارع الضيقة وقد يسرع سرعة تؤذي الناس، فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز، هذا خطر عليه وعلى الناس، لا يجوز أن يسرع سرعة فيها خطر عليه وفيها خطر على الناس وعلى المارة. ما الفرق فضيلة الشيخ بين الجبت والطاغوت، أو هما بمعنى واحد؟ الجبت السحر والطاغوت الشيطان كما فسرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دائما يقول يردد بعض الناس بأن هذا حديث، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. نعم، هذا حديث صحيح، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قدم من اليمن أو من الشام والناس يسجدون سجود تحية، ما هو سجود عبادة، يسجدون لملوكهم سجود تحية، فأراد أن يسجد للرسول صلى الله عليه وسلم، منعه من ذلك وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. شكر الله لكم شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في أسئلتهم واستفساراتهم في برنامج نور على الدرب. شكرا لفريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.